مرة بعد أخرى ويوما تلو آخر، لا انحسار ولا انكسار لوباء كورونا، بل تزايد وتكاثر في أعداد الإصابات ليتخطى العدد عتبة 15,000 إصابة مؤكدة في عموم إقليم كردستان، ضاربا مواطنين ومسؤولين من بينهم أعضاء في مجلس محافظة أربيل. بالنسبة للكورونا كثيرة، بس مع الأسف أكو ناس ما يهتم، إلا ما يوم من الأيام يصيب الكورونا، ذاك الوقت يحس بأنه صحيح والله أكو كورونا. التزامات ماكو. شنو دعوتك للمواطنين؟ والله يلتزموا بالتعليمات، يعني علوش يصيبون يخلون نفسهم بالمشكلة، أسهل شيء يخلون كمامة والشفوف وما يروحون المكانات المزدحمة. ومع ارتفاع مؤشر الإصابات تعود أربيل إلى عزل نفسها عن محيطها الخارجي لتفرض عدة إجراءات وقائية واحترازية جديدة تتمثل في غلق مداخلها بوجه القادمين إليها حفاظا على سلامة الجميع. أربيل ترفع الرايات البيضاء كغيرها من محافظات البلاد، ليس استسلاما للوباء ولكن رضوخا لحاجة المواطنين بعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد. وزارة الصحة اللي يقدر عليها يسويها، بس ما أدري المرض كلش يعني منتشر هواية، ما يلحق لأن إمكانيات محدودة، الكوادر محدودة، يعني كل شيء محدود. إحنا عايشين بعراق حبيبي، بكردستان هنا نفس الحال، حالة حال العراق. ورغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة صحة الإقليم وتخفيف إجراءات الحظر الشامل واعتماد الجزئي، إلا أن تم تسجيل ارتفاعا غير مسبوق بعد العاصمة بغداد في أعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة الحالية. لقناة الفلوجة، بشير الحسن، أربيل.